Audio Jungle. شوراق عبد الغفور مدير مهرجان الضحك بالجديدة في دورته 12. هذه الدورة التي نسعى من خلالها أن نؤصل ثقافة الفن وبالخصوص ثقافة المسرح من أجل إعطاء الإشعاع لهذه المدينة، وأيضا ليصبح هذا المهرجان ويسعى نحو ولما لا نحو العالمية لو توفرت الوسائل اللوجستيكية والدعم المادي والمواكبة والمتابعة من فعاليات هذه المدينة سواء مؤسسات رسمية أو غير رسمية، لأن الفن وهو رافد المرأة في التنمية، لأنه لا يمكن أن يكون مجرد حلقة ندور من خلالها، ولكن لو أعطي للفن الأهمية التي ينبغي أن يكون لها لا كان مورداً ماليا ومريدا ثقافيا فنيا ومريدا إشعاعيا مهرجان الضحك. اليوم نحن على موعد مع الدورة 12، وهذه الدورة تدل على الاستمرارية، لأن الاستمرارية لم تأتي من فراغ وإنما بتضافر مجهودات، أقول مجهودات ذاتية، مجهودات ذاتية لمجموعة من المتعاونين، مجموعة من المتعاطفين مع المهرجان، طبعا بعد مع دعم لبعض الجهات في إطار السبونسور، حقيقة لم تكن كافية، وإنما كيف كما يقال اللهم هاد شوية الدعم ولا ما كاين والو، ولكن تأكدوا معنا لو أنه لو كان الدعم في المستوى المهرجان لكان لو وصل هذا المهرجان العالمي، ولا وفقنا لأن نحن أول مهرجان في المغرب من هذا النوع ومستمرين لحد الآن. طبعا كنتمناو التشجيع وكنتمناو الدعم باش نوصلوا به العالمي. من خلال هاد الندوة نحن نحاول ان يكون هذا المهرجان دائما في جميع الدورات ان يكون مهرجان ثقافيا. نريد ابعاد طابع التجاري عن المهرجان. لماذا؟ لنمكن ساكنة مدينة الجديدة من الحضور الى هذه المهرجان وبالمجان، لاننا لو ان اردنا ان يكون هذا المهرجان تجاريا لا اقمنا شراكات مع مجموعة من المؤسسات، وطبعا لو اقمنا هذه الشراكات سوف نكون رهن هذه المؤسسة سوف نكون في خدمتها، وربما ستكون هناك أجندات غير ثقافية التي تسير هذا المهرجان، ولكن أردنا أن يكون هذا المهرجان ثقافيا، وندعو ساكنة الجديدة الحضور إلى هذا المهرجان مع التزام الضوابط التي ينبغي أن تسود داخل القاعة من هدوء وصمت واستماع. أنا في إحدى الدورات السابقة مسرح اليوم لاحظ ان احدى الفنانات قالت لي ودي يا ريت لو كان الهدوء اكثر في القاعه لكانت السهره اكثر واجمل. فادعو الجمهور على ان مثل هذه الملاحظات ما خصهاش تكون. الدخول الى المسرح يقتضي اولا الالتزام والمتابعه، ثم ما تنقولش انا اقصاء بعض العناصر، لان بزاف العائلات كيجيو معهم الاطفال صغار الذين لا يتبعون المسرح بكثر ما يخلقون نوع من 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 الضجيج يؤدي الى ضياع تلك السهره بشكل او باخر. فانا لا اقصي احدا، ولكن ادعو الى الالتزام بعض الضوابط، لان المهرجان والاول لان المسرح يقتضي وجود بعض مثل هذه الامور لانجاحه في جميع الاحوال. انا ادعو الاخوه الاعلاميين، لأن نجاح التظاهرة كما قلت لا يمكن أن يكون إلا بوجود الإعلاميين، مجموعة من المسائل، أولا لرصد الخطوات، ثانيا لإطارتنا إلى الهفوات التي يمكن أن تقع لكي نصحح تلك الهفوات ولتكون الدورة القادمة أحسن من الدورة التي سبقتها. الجسم الإعلامي حضور مهم وضروري في منذ البداية إلى النهاية، وما يمكنش مجرد الحضور هو مجرد تأتيت للمشهد السمعي البصري، ولكن لا، حضوركم الغاية منه هي هذه المسائل، الغاية منه هي التوجيه، هي الإرشاد، هي التنبيه إلى الهفوات وإلى الأخطاء اللي يمكن تكون في هذا المهرجان، لأننا بلا بكم يمكن يدوز المهرجان وما نعرفوش روسنا واش حنا حقنا شي حاجة ولا ما حقنا شيء، ولكن ملي كيكون فعلا الجانب ديال الإعلام فعال وحاضر وتكون عنده غيرة، لأن حنا ندعو للجانب الإعلامي عنده غيرة على هذا البلاد وغيرة على المدينة، وهذا المسرح وهذا المهرجان جزء من هذه الغيرة التي ينبغي أن نتبناها الإعلام ويصح فيها المسار باش نتعاونوا، لأن هذه يخدم المدينة في جميع الأحوال. شكرا لكم.